يعني وتأكيد لكلام حضرتك ان كل مواطن هيدفع الثمن في العالم ككل هو ارتفاع برميل النفط. يعني شفنا في بداية الأزمة تخطى حاجز من 90 دولار وصل ل 100 دولار، النهارده 103، وبعد التصريحات يعني خلاص يقترب ل 100 من 102 عفوا ل 103، خلاص بيقترب ليها. شايف انعكاس ده ويعني فكرة الارتفاع المتزايد بشكل سريع جدا خلال ساعات قليلة، إزاي هيقف العالم أمام هذا الارتفاع؟ أخي الكريم، يعني سأقول لك ببساطة، في مصر على سبيل غير يعني الحمد لله بالأمس وزير التموين طمأن أن مخزون القمح يزيد عن 4 شهور. صحيح. إحنا من حسن الحظ نسبيا أن إحنا محصول القمح تم توريده، يعني لدينا جزء من الاحتياطي المحلي. لكن وكان في امبارح تاكيدات يا استاذ عماد لي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان في 250 الف فدان تم زرعتهم قمح. بالضبط. ومجلس الوزراء امس في اجتماعه اكد على ان احنا مستعدين لمواجهه ده، لكن انا اتحدث على المدى البعيد. انت اليه تسعير البترول اللي احنا بنعملها الوقود في مصر كل 3 شهور، ما هو الجزء الاساسي منها بيعتمد على سعر العالمي او سعر البترول. يعني سعر البترول والحكومه المصريه اكثر من مره تتحمل فارق السعر حتى لا يرتفع السولار، لكن الى اي درجه ستستطيع التحمل اذا استمر البترول بهذا السعر حاجز ال 100 دولار؟ ده صعب التنبؤ به. مش مصر بس، كل الدول المستورده للبترول او التي تعتمد في جزء منها بترولها لا يكفي. نحن لدينا في الغاز اكثر لكن نستورد بترول، فبالتالي سيكون هناك ثمن سيدفعه المصريون مثلما سيدفعه عدد كبير جدا من سكان العالم، سواء في الحبوب او النفط او سلاسل الانتاج عموما، خصوصا في السلع المنتجه في هذه المنطقه. او اذا اضطررت ان تحل دوله، على سبيل المثال انت تعتمد في مصر والمنطقه العربيه على تامين الحبوب من اوكرانيا وروسيا بنسبه كبيره جدا، اكثر من 60-70%، وفي بعض الدول 90%. طب لما تغير روسيا واوكرانيا بدوله زي كندا على سبيل المثال او امريكا، ما ده في ثلاثة الامداد ممكن يكلفك سعر اكبر. دي التفاصيل التي لا يشعر بها المواطن العادي في مثل هذا النوع من الصراعات، لكن هو الذي سيدفع الثمن في الدول والاقتصادات والموازنات اللي هي كانت معده ومصوره على اسعار نفط معينه او اسعار سلع اساسيه معينه. فبالتالي نحن في اشتباك لسه في مراحله الاولى، وعلينا ان ننتظر قليلا. هل من الممكن بقى ايقاف هذا الاشتباك وهو في مراحله الاولى؟ يصعب الا اذا حصل احد الطرفين على حقوقه كامله وسلم له الطرف الاخر، او ان الطرفين يميلان الى تسويه ما يسمى بالكومبرومايز او حل الوسط التاريخي، انه الغرب يراعي الشواغل الامنيه الروسيه ويحترم هذه الشواغل ويتوقف عن التمدد الى الحدود الروسيه مباشره كما يريد الان، او يعني هل يريد استنزاف روسيا بحيث انه يدفعها على المدى الطويل الى تفريغ مصادر القوة الخاصة بها. كلها سيناريوهات يعني تحتاج الى بعض الوقت، لكن واضح ان الرئيس الروسي عازم على يعني وضع يعني فرض الامر الواقع على الغرب، بحيث ان هو موجود جوه اوكرانيا بيضرب مراكز القوة الاوكرانية، رسالة المفروض تكون وصلت. كيف سيستقبلها الغرب؟ هل العقوبات تكون كافية لكي ينفصلها؟ تاريخيا العقوبات وحدها لا تكفي لي إرغام دولة مثل روسيا. أستاذ عماد، يعني خليني أولا أشير لهذا النبأ العاجل. هناك أنباء عن يعني أن أوكرانيا تعترف بفقدان قريتين في منطقة لوغانسك.